هاي مرحبا، أنا اسمي رأفت من مجموعة أشعل شمعتك. حبيت بس أشارككم في تجاربي مع مجموعة أشعل شمعتك ونصائح وتوجيهات الدكتورة دارين، واللي استفدت منها كثير. واحدة من الأشياء اللي استفدت منها وشغلات كثيرة يعني لا حصر لها، ما فيش مجال لأذكرها الحين، اللي هي الرياضة. والرياضة مهمة جدا، بتساعدك على التركيز، بتساعدك على الراحة وعلى إنك تكون نشط، تساعدك على النوم. في أشياء كثير منها، ومن ضمنها أشعة الشمس واللي تكلمت عنها الدكتورة كثير. فأنا راح أحاول إنه يعني أشرح هذا الموضوع كمان، إنه تعرض للشمس في النقطة هذه اللي هي حكت عنها الدكتورة، هذه هي بالنسبة للفيتامين د. وطبعا معاكم مجال من الصبح للساعة 10، 9:30 أو 10 الصبح، بعديها خلاص. يعني هاي التجربة أنا جربتها الحين، هلا يعني حاليا يعني معرخان جدا، فكنت مخلص لسه ماشي حسب يعني المكان اللي أنا فيه. بالنسبة عجبتني كمان تجربة، وهاي حضرتها موجودة في الكل يحضرها ويشوفها، يعني موجودة في اليوتيوب. بدخل على قناة أشعل شمعتك، اكتب اشعل شمعتك او ليد تو كاندل، وبتشوفوا هاي التجارب. هاي من علم السوجك، من العلوم الطاقه، وانا يعني معجب فيها جدا ودائما بستخدمها. وفكره حلوه يعني، مشط يعني بدرهم درهمين او ريال ريالين، وببساطه هاي التدليك. وامكانكم تشوفوا التجربه مع الدكتوره دارين، طبعا على الجهتين، من خارج الكف ومن داخل الكف، من ايدك من هون. وهذه برضو من الاشياء برضو البسيطه لكنها مفيده جدا لكل الالام والاوجاع في العضلات، خصوصا اللي بيلعب رياضه. يعني انا بلعب رياضه، بتابع رياضه. طبعا حاليا انا مانيش موجود في نادي او ما عنديش معدات، بس حسب ما متوفر يعني. فهذه من برضه من التمارين اللي عجبتني، اللي يعني بتساعدني برضه انه اريح جسمي. اي شيء في الام او اي شيء من المفاصل او الام، ما عنديش اي شيء الحمد لله، لكن دائما مستعد لها. وشكرا لكم، وان شاء الله يكون استفدتوا مني ومن تجاربي، وان شاء الله القادم اجمل. وراح احكي لكم عن موضوع ثاني برضه، الاشياء اللي عجبتني اللي هي النقاط اللي موجوده هنا، كيف نضغط عليها بالأرجل كمان. إن شاء الله بحاول إنه أصورها وأسجلها كتجربة للناس وللتاريخ. وشكرا لكم جميعا، يعطيكم العافية. السلام.